بعد أن تحول قادير دوغلو لحديث السوشيال ميديا لمدة يومين بسبب انتشار صور رومانسية لإله بتجمعه مع فتيات، وقيل إنه بيخون زوجته ومتزوج من فتاة تانية، خرج قادير اليوم عن صمته ووضع حد لكل هيدي الأخبار والتقارير، وأكد إنه الشخص اللي نشر الصور هو شخص يريد الاقتراب منه، لكنه بيتصرف بهيدي الطريقة لأنه ما بيستطيع الاقتراب. وقال دوغلو وهو بيضحك على ادعاء زواجه الثاني انه ما عنده زوجة غير نسليهان، وبين انه نسليهان أتاغيل اوضحت للمقربين منا عن موضوع الصور وقالت لهم محادثة عادية في بيئة صاخبة وما اهتمت بشائعات الخيانة. وكان اسم قادير دوغلو قد تصدر محرك البحث على جوجل بعد ما انتشرت صور رومانسية له جمعته بفتاتين بألاتشي بأحدى المناسبات. ومع تداول الصور اللي ظهر فيها قدير مع نساء مجهولات، سأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف نسليهان أتاغيل واللي شو ممكن انه تكون ردة فعلها بعد رؤية زوجها. كما فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة صادمة، زعمت بانه قدير يلي ما بفوت اي فرصة الا وبيخبر فيها الجميع انه بحب زوجته ومغرم فيها، بعيش مع امرأة تانية ومنذ نحو سنة. وزعمت التقارير بأنه نسليهان على علم بالعلاقة، وذلك عندما قام بفتح منزل آخر لأمرأة أخرى، بل وتزوجها وفقاً للدين الإسلامي، حتى أنه أخبر عائلته بذلك. هيدي منا المرة الأولى يلي بتم التداول فيها بخيانة قدير لزوجته، بل ارتبط اسمه بالسابق منذ نحو عام بالممثلة سارة أريتورك اللي شاركت معه ببطولة مسلسل أشكن طرفي، حيث قيل بأبريل من العام 2022 أنه تزوج من سارة، وهو اللي يمكن أنه بأكد التقارير يلي بتم تداولها بالوقت الحالي، أو ربما راح البعض لربط هيدي المزاعم بصوره الحديثة. ومن غير الواضح إن كانت إحدى الفتاتين بالصور يلي انتشرت صور بتجمعه بسارة أو بفتاة أخرى غيرها. كما زعمت بعض التقارير السابقة يلي اجت على لسان الصحافة أونور أكايا بهيداك الوقت بأنه نسليهان وقدير بطريقهم للطلاق، ولكنهم بحاولوا إصلاح علاقتهم بفضل بعض الأصدقاء، ولكن أحد من الثنائي ما أكد أو ينفي حقيقة ما تم تداوله من سنة. قدير علق على خبر زواجه من سارة بهيداك الوقت حيث نفى الادعاءات يلي شاركها أونور، مدعيا بأنه معلوماته من ممثل مقرب من قدير قال حين بما معناه فليساعد الله الشخص الذي كتب هذه الأخبار، اسألوا هو لا تسألوني أنا.